كيف تنظر لهذا التطور الدراماتيكي بين الطرفين الإطار والتيار وتصاعد التظاهرات؟ أمس كانت تظاهرات من قبل الطرفين بعد استمرار اعتصامات التيار في البرلمان، واليوم دعوة التيار الصدري قيادات التيار إلى الانسحاب من البرلمان والوقوف في باحة البرلمان أو خارج أسوار البرلمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم. ماكو تغيير أستاذ أحمد، يعني مجرد استجابوا، يعني الخطوة الجيدة أنهم استجابوا إلى ما ذكره السيد الكاظمي في ثلاث نقاط أو طاولة المستديرة اللي ممكن أنه تجمعهم، وذكر بأنه يجب إخلاء الأماكن يعني الأماكن الخاصة بالحكومة بالدولة، أماكن اللي تقاد منها الدولة. هذا اللي صار، فهم ما صار شيء، يعني طلعوا من البرلمان، جلسوا برا البرلمان، ويمكن موجودين داخل البرلمان داخل القاعات، لكن ليس داخل القاعة الرئيسية، القاعة الدستورية. فلذلك هم موجودين، وأنا قلتها لك أو أنت لم تكن معي يمكن في بداية الأزمة، قلتهم سيبقون إلى يمكن الأربعينية، وربما يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية إذا لم توضع حلول حقيقية. ويا أستاذ أحمد، لا توجد حلول من أجل أن نخلص من القصة من الأخير، يعني زين، لكن أنا ما أريد أنهي اللقاء، لكن أقول لك الآن لا توجد حلول. ربما موجودة حلول، لكن هنالك يا أستاذ أحمد فقدان ثقة وشرخ كبير بين الإطار والتيار. وأنا أرى بتوقعي، ولست لا يوجد أحد مسؤول عني، بأنه ربما يكون هذا المشهد الأخير من المسلسل العراقي الذي استمر من 2003 إلى الآن، ربما يكون المشهد الأخير، لأنه وصلت المرحلة إلى انسداد تام. يعني ماكو، يعني البارحة الصدر حتى يعني يذكر بأنه سيد الصدر، يعني تيار الصدر، أنا من أقول أنه حتى ما يجلسون إلى حوار وياهم، خلاص غيروا البرلمان. يعني حتى أن هم أصلا ماكو مطالب رسمية، أما المطالب غير رسمية فوصلتنا، لكن كمطالب رسمية ذكرها التيار ما موجودة. الإطار أيضا ماكو فد اتجاه، كلهم مصرين على رأيهم، هنا يريدون يرشحون رئيس وزراء من عندهم، وأنا أتوقع بأنه السيد الصدر سوف لن يرضى بأي رئيس وزراء يأتي من الإطار. سيد سرمد، نرحب بك ثانية. بالنسبة للإطار، نعم، تقول بأنه لا يزال مصر على موقفه ورأيه، علما بأنه هناك مواقف متباينة من داخل الإطار، يعني كيف تفسر أيضا اختلاف البيانات الصادرة من داخل الإطار؟ تارة يعني يدعو للتهدئة والحوار، تارة أخرى للتوسط، تارة أخرى للاحتجاج، كيف تفسر ذلك؟ لا، أنا ربما سأصيغها بأسلوب آخر. ماذا نفسر البيانات اللي صدرت اليوم التي تمجد وتحيي السيد هادي العامري أبو حسن؟ يعني شنو الداعي لها؟ يعني السيد الشيخ قيس الخزعي نزل تغريدة، وفلان نزل تغريدة، وأبو حسن الرجال هذا المعروف والمحرر والقائد والمجاهد، يعني هذه نزلت بدون أسباب، يعني ما حد يعرف ليش، لحد ما حد يعرف ليش. هل الرجل عزل نفسه عن الإطار ودي يذكرون بأنه هو رجل الإطار، وهو يعني هذا، هل هنالك شرخ معين في هذا الموضوع؟ لأن البرقيات اجتي، يعني الرسائل اجتي غريبة بالموضوع، أثيرت شائعات بأنه هو من سيتصدى إلى يعني كان يكون هو قائد الإطار، لكن الإطار بالأساس هو ما بي قائد، يعني بالمناسبة هم مجموعة قيادات، وهم يتفاهمون بينهم، وهم يصدرون القرارات بينهم، اعتيادي راح يصير خلاف بيناتهم.